الفارقة التي تميز إنساناً عن آخر هي الصوت، فهو الآلة الموسيقية التي نعرف بها عن أنفسنا، ومن المحتمل أن تفقد القدرة على التعبير في حال وجود مشكلة طبية أو جراحية، فاضطرابات الحنجرة والمجرى الهوائي قد تؤثر على قدرة الكلام والتنفس والبلع، الأمر الذي يغير بشكل كبير نوعية حياتنا. تشمل أعراض اضطرابات الحنجرة بحة أو صوت أجش، ضعف في الصوت، صرير، عسر البلع. تجرى عملية غير تداخلية باستخدام حشوات تجميلية لعلاج ضعف الحبال الصوتية أو شلل الحبل الصوتي، اللذين قد ينجمان عن جراحة الغدة الدرقية أو السكتة الدماغية. أما اليوم فتطبق هذه العملية في عالم التجميل بهدف تجديد الصوت، كونها تساعد على مقاومة التغييرات في الحنجرة عن طريق شد الحبال الصوتية. باختصار، هذه العملية تشبه كثيراً عملية شد الوجه. باستطاعة الأطباء والاختصاصيين في الصوت استخدام حقن الحشو التجميلية، وهي نفس المنتجات المستخدمة لمحو التجاعيد ولشد ملامح الوجه، لتقريب الحبال الصوتية بعضها ببعض وجعلها أكثر ليونة. تشكل هذه العملية علاجاً عظيماً لضعف الحبال الصوتية، فهو يجدد الصوت ليصبح قوياً وفعالاً، والنتيجة صوت يافع وواضح يجعلك تبدو أصغر من عمرك. وكون العملية لا تتطلب استخدام مخدر أو فترة علاج، تستمر نتيجتها من 3 إلى 9 أشهر.